صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. لن يتبدل الوضع كثيرا في عطلة عيد الفطر عما كان عليه قبل هذه العطلة وطوال شهر رمضان، إذ أن النوايا المعلنة والتي كرسها لقاء بعبدة التشاوري تقول بأن هناك اتجاها لإطلاق ورشة العمل بالدولة والانكباب على الكثير من القضايا التي ومنذ اتفاق الطائف يتحدث اللبنانيون عن أهميتها، ومنها اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية وما تخلقه من جدل وتحفظات. وبانتظار أن تتبلور صورة نتائج هذا اللقاء التشاوري، يبقى أيضا عنوان الانتخابات النيابية مدار نقاش ولو خلف الكواليس، وتبرز تساؤلات ما إذا كان هناك ما يتجه للطعن في القانون أو في بعض مواده إذا توفر 10 نواب لتوقيع الطعن. ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم هو مدير تحرير جريدة المستقبل الأستاذ جورج بكاسيني، وفي النصف الأخير من نهاركم سعيد اليوم نستضيف رئيس بلدية جوني جوان حبيش للحديث عن مهرجانات جوني. أستاذ جورج أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني تابعت أكيد اللقاء التشاوري الذي حصل في بعبدة وصدر هذا البيان عن هذا اللقاء، هل بتشوف أنه هذا البيان يعني اقتصر على العموميات أم أنه فعلا في شيء جديد وليس تكرارا لما سبق؟ هذا البيان يعني أو هي الوثيقة هي عمليا حصيلة عناوين وأفكار رئيس الجمهورية كان بيرغب أنه تحريك نقاش حوله من بداية عهده، ولكن مصادفة انتخابه رئيس للجمهورية قبل 6 أو 7 أشهر موعد الانتخابات اللي كان مفترض، وتشكيل حكومة سميت حكومة انتخابات ورئيسها سماها حكومة انتخابات، ما كان بيتيح لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لأي طرف بالسلطة التنفيذية يطرح أفكار لهذا العهد وورشة عمل. فإقرار قانون جديد للانتخابات اللي نجم عنه تمديد لمدة 11 شهر يعني إجراء الانتخابات بعد 11 شهر دفع برئيس الجمهورية اللي هو مثل أي رئيس جمهورية بيرغب بأنه يكون عنده لمسة خاصة بعهده، دفعه إلى طرح هذه العناوين على طاولة نقاش بعد ما حاول عبر تياره السياسي تيار الوطني الحر طرحها على هامش قانون الانتخاب بما سمي في حينه ملاحق قانون الانتخاب. الشيء اللي ما قدر يتحقق بحكم موقف عدد من الأطراف السياسية أنه هلأ خلينا نعطي الأولوية لقانون الانتخاب وبس نتفق على قانون الانتخاب نبحث بالنقاط الأخرى، دفع رئيس الجمهورية بعد إقرار قانون الانتخاب إلى الدعوة إلى هذا اللقاء التشاوري لطرح أفكار هي ما فيها شيء جديد، هي تطبيق أو استكمال تطبيق اتفاق الطائف، ولكن نقاط أساسية لازم تطبق سواء كانت تتعلق بمجلس الشيوخ أو تشكيل هيئة إلغاء طائفية سياسية، وهون يسجل لهذا العهد جرأته بطرح هذا العنوان رغم قدي هو موضوع خلافي كان بالبلد رغم إجماع اللبنانيين على اتفاق طائف، زائد طبعا لمركزية الإدارية، زائد تفعيل العمل الحكومي كهرباء ومي ونفط وإلى آخره. فعمليا مش أفكار جديدة صح، ولكن تطبيق هذه الأفكار بيعطي زخم جديد للعهد وللحكومة وبيطلق ورشة عمل إصلاحية واقتصادية بالبلد بحاجة لها. طيب شفنا مثلا بالمواضيع يلي كان يجري دائما الحديث فيها، مسألة مثلا تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية اللامركزية الإدارية، شفنا مجلس الشيوخ وكأنه يعني حيد عن هذا اللقاء ولم يتضمن أو لم تتضمن الوثيقة مسألة مجلس الشيوخ، والكثير قال إنه هذا الأمر أتى بطلب من الرئيس نبيه بري لأنه هو يعني كان هذا العرض في خلال الانتخابات والآن هذا العرض غير موجود. تنكون دقيقين، مش حيد مجلس الشيوخ، هو جزء من اتفاق طائف استكمال تطبيق اتفاق طائف حكما بده يوصل له، ولكن اللي حيد هو وجهة نظر أخرى كان عم بيطرحها التيار الوطني الحر تحت عنوان انه مجلس الشيوخ على قاعدة التوازن الطائفي والمناصفة بلس مجلس نواب على قاعدة هذه المناصفة ذاتها، يعني هذه المناصفة بطلت موجودة. الشيء اللي قال الرئيس بري انه الطائف بيقول، نص الطائف بيقول انه بس صير مجلس نواب خارج القيد الطائفي بينعمل مجلس الشيوخ.
حقيقة الالتباس سببه أنه الرئيس بري كان وافق على فكرة مناصفة تبقى بمجلس النواب مع مجلس الشيوخ، ولكن على قاعدة ضمن سلة، جزء منها أنه يكون قانون الانتخاب على قاعدة على أساس 6 دوائر انتخابية اتسترا. عدم الأخذ في هذه السلة اعتبر الرئيس بري أنه أنا صرت بحل من هذا العرض. الحقيقة هذا نقاش يعني تفصيلي أو سنوي قدام العنوان الكبير اللي اسمه استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وأنا برأيي بده يرجع هذا النقاش حول مجلس الشيوخ، ولكن ربما الخلاف اللي برز على هامش النقاش حول قانون الانتخاب على رئاسة أو هوية رئاسة مجلس الشيوخ ربما دفع بالرئيس بري أو ببعض الأطراف إلى تأجيل النقاش حول هذا الموضوع لألا يصار خلاف طائفي جديد بالبلد حول هذه النقطة. ولكن مجلس الشيوخ مثله مثل بنود أخرى باتفاق الطائف تحتاج إلى تطبيق، وحكما بلحظة أو بأخرى هذا البند بده يتطبق. بس يعني هذه المسألة كانت عنوان أساسي بخلال المفاوضات على قانون الانتخاب، وكانت عنوان أساسي يطرحه يعني الجانب المسيحي وبالتحديد يعني الثنائي المسيحي، أو تحديدا أكثر يعني كمان التيار الوطني الحر، إذا القوات اللبنانية يمكن ما كانت شوي بهذا الطرح يعني ضالعة فيه بشكل كلي، بس ولكن هذا الطرح كان طرح أساسي بالنسبة للتيار الوطني الحر وطرح أساسي بالنسبة لرئيس الجمهورية. يعني هل اليوم يعتبر التراجع عن هذا الطرح أو تحييد هذا الطرح هو خطوة إلى الوراء؟ تأجيل الطرح ما بيعني التراجع عنه. تأجيله للحظة سياسية أفضل ما بيعني التراجع عنه، بيعني البحث عن ظرف أفضل للنقاش فيه. وأنا برأيي عاجلا أم آجلا يعني إذا استكمل تطبيق اتفاق الطائف ما ممكن تستثني بند منه، خصوصا أنه اتفاق الطائف قايم على سيب التوازنات، ما فيك تنحرف بتطبيقها بحيث أنه تطبق بعض البنود تترك بنود أخرى مثل ما عملوا الوصاية السورية بمرحلة الوصاية السورية، أنه أجلت مجموعة من البنود لأسباب إلى علاقة بتوازنات لصالحها. فبمجرد تطرح عنوان استكمال تطبيق الطائف ما فيك ما تطرح هذا الموضوع على بساط البحث. هلأ بتطرحه هلأ بعد شهرين بعد 5، هذا موضوع صار سنوي، ولكن بعتقد دخل لبنان بمرحلة استكمال تطبيق الطائف بشكل جدي. وليه جدي هذه المرة؟ لأنه في أكبر نسبة تفاهم بالبلد يعني حول التسوية اللي حصلت من 7 أشهر اللي جابت رئيس جمهورية وحكومة جديدة وتعيينات وقانون انتخاب، واللي هي إنجاز كبير. يعني طبعا بعض القوى السياسية عم تحاول تنغصه، ولكن هذا ما بيلغي أنه نحن عم نشهد انتقال لمرحلة جديدة بالبلد، عم نشهد إنجازات كبرى حصلت بوقت كتير قصير، وخصوصا قانون الانتخاب اللي بعتقد ما بيعتقدوا معظم اللبنانيين أنه هو ملف كان شائك أكثر من ملف انتخاب رئيس الجمهورية. مجرد إنجاز هذا القانون بفترة 5 أشهر فترة قياسية، أنا برأيي هذا بحد ذاته إنجاز ضخم بالبلد. قبل ما فوت يعني كمان بكل هذه التفاصيل اللي تحكي عن إنجازات، بس مبارح شفنا تحفظ لدى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تحدينا عن المسألة المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية. كمان للدقة دكتور جعجع ما كان يعني ما حمل سيف ضد هذا الاقتراح، مش هيك، بس الدكتور جعجع اللي فهمته من المعلومات اللي يعني حصلنا عليها من الاجتماع انه شاف عن عدة عناوين على الطاولة مفتوحة، الدولة المدنية لمركزية الإدارية إلى آخره، وعناوين كبيرة وكل عنوان بده نقاش وبده قصة طويلة عريضة. فالدكتور جعجع اللي طرحه عمليا انه خلينا نخلص بعض العناوين، يعني نقطة نقطة مش نحطها بالجملة، وأنا برأيي هذه المنهجية بتضمن تطبيق هاي البنود بشكل أفضل. فما كان متحفظ على البند، مع التذكير بأن الدكتور جعجع كان من أبرز القوى المسيحية المؤيدة لاتفاق الطائف وما ورد باتفاق الطائف، ولكن ما كان متحفظ على البند بقدر ما أنه متحفظ على دفع كل هاي العناوين بسلة واحدة، أنه هلأ مش وقته بنطرحه بوقت آخر.
بس اليوم المسيحيين من مصلحتهم يعني ياخذ مسار الغاء الطائفية السياسية طريقه، يعني هل عندهم مصلحة بهذا الموضوع؟ هل هذا الأمر يجري من دون ضوابط؟ هل سيفرض عليهم أمور لا يرغبون بها أو ليس لديهم قدرة على مقاومتها؟ أولا نحن مش بصدد الحكي عن إلغاء الطائفية، اللقاء بعبدة حكي عن تشكيل الهيئة لدرس. لا، في فرق كبير بين صحيح صحيح، وهذا مسار ممكن يأخذ سنوات، يعني تشكل هيئة تدرس إلغاء الطائفية السياسية ممكن تأخذ سنوات، وتتلاقي الظرف الملائم المستقر بالبلد تطرحها بشكل جدي وتنفذها كمان ممكن ياخد وقت كتير. أما مسألة المسيحيين بهذا الموضوع أستاذ بسام، اتفاق الطائف هو كتلة توازن، يعني في بنود تعجبهم للمسيحيين، في بنود تعجب غيرهم، في بنود تزعج المسيحيين، في بنود تزعج غيرهم. مجرد تطرح عنوان استكمال كامل تطبيق يعني ما تبقى من اتفاق الطائف، هذا بشجع كل الأطراف، يعني إذا قدمت هون بتكون، أو إذا تنازلت هون بتكون تقدمت هون وإلى آخره. فهذا باكيج اتفاق الطائف، وهو قام على سيب التوازنات وقت أقر. لكن تحفظ المسيحيين على بعض البنود هو بسبب مرحلة الوصاية السورية اللي تعمدت تنفيذ جزء من هذا الاتفاق وترك جزء آخر. مش بس يعني مرحلة، فهيدا هيدي التسوية اللي اسمها اتفاق الطائف، إذا تنفذت كلها كل الأطراف بيعتبروا أنه ربحوا، أما تنفيذها بشكل جزئي دفع المسيحيين أو بعض المسيحيين بلحظات سياسية معينة إلى الاعتبار أنه هذا أمر غير متوازن وما بيرعى أو ما بيحفظ التوازنات السياسية أو الطائفية بالبلد. أما طرح تطبيق اتفاق الطائف بكامله، هيدا بيرعى هذا التوازن اللي المسيحيين وغير المسيحيين بيقبلوا فيه بكل بساطة. بس حتى هالجور عم تحكي عنه أستاذ جورج، يعني نحن كنا نشوفه حتى بعض الوصاية السورية بعد انتهاء الوصاية السورية، يعني عندما لم يكن التفاهم قائما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، انه كان الكلام انه نحن عندنا شروط ليطبق اتفاق الطائف ونحن عندنا شروط ليطبق اتفاق الطائف، هذه سبب الصراع السياسي، واذا لم يكن واذا لم تطبق هذه الشروط خلينا نروح على الانفصال افضل. انت عم تحكي عن مرحله كانت محكومه بصراع سياسي حاد وانقسام عمودي بالبلد كبير، لا اتفاق الطائف ولا غير اتفاق، لم الزباله اختلفوا عليه، معلش يعني ما فينا نعتبرها مقياس مرحلة الصراع اللي قامت بالبلد على مدى 11 سنة واللي أنا برأيي اكتشفوا اللبنانيين يعني بعد 11 سنة أنه هاي التجربة تجربة الانقسام الحاد ما أنتجت شيء، بالعكس خربت ما تبقى من البلد لدرجة أنه بطل فينا نلم الزبالة، والموظفين الدولي شهرين تهددوا بمعاشاتهم وإلى آخره من هذيك المرحلة السوداء بتاريخنا. ففتنا بمرحلة جديدة، ما بقى فينا نحكم على المرحلة يعني على المرحلة الجديدة بقواعد المرحلة السابقة. قواعد المرحلة الجديدة نحن عم نعيش بظل تسوية، وتسوية تاريخية بالبلد عم تنتج إنجازات، شئنا أم أبينا، شاء البعض أم أبى، نحن أمام تسوية عم تصنع معجزات بالبلد. كلنا منتذكر يعني بس بيكفي واحد يتذكر أنه إن 11 سنة 10 سنين ما عم بيقدروا اللبنانيين يتفقوا على قانون انتخاب، هاي التسوية قدرت بخمسة أشهر تنجز قانون انتخاب، هاي شغلة كبيرة. كلنا بنعرف قديه صعب وشائك هذا الملف لأنه بيتعلق بحصص وبحجم القوى السياسية وإلى آخره. فالشي اللي صار بالبلد مش قليل، والشي اللي بده يصير كمان مش قليل، يعني الإقلاع اللي أو الاندفاع اللي عملها لقاء بعبدة امبارح التشاوري برأيي مش تفصيل، يعني تفوت بملفات إصلاحية واقتصادية وأنمائية بهالحجم وبمظلة هذه التسوية الكبيرة بالبلد، وهي مش تفصيل عالي. يعني اليوم أنا برأيي هي رح تفوت البلد على مرحلة من الازدهار كمان غير مسبوقة. يعني اليوم هذه الحكومة وهذا المجلس النيابي هن يبقوا بهالورشة، نعم عندهم 11 شهر نعم يشتغلوا بهذه الورشة، وعلى شرط يبقى التفاهم السياسي قائم. طبعا طبعا،
مشان هيك أهمية هذه التسوية وحمايتها أنه قادرة أنه يعني تنفذ مجموعة من الملفات الإصلاحية والاقتصادية والإنمائية بالبلد. يا أستاذ بسام كل شيء سياسي بالبلد. طيب الكهرباء مش الخلاف عليها كان سياسي وبعده طيب عار بس هلا صار أقل يعني حجم القوى يعني المعترضة على هذا الملف صار أقل بكتير من قبل. يعني قبل كان في انقسام بالنص بالبلد. اليوم في توافق بين القوى الوازنة بالبلد على هذا الملف. طبعا يعني إذا بتحب نحكي فيه بنحكي تطور لأنه في مفارقات للأسف بهذا الملف يعني غريبة عجيبة بصراحة. طيب يعني البعض بس عم بيقول من السياسيين وغير السياسيين أنه وكان واضح الشيخ سامي جميل بمجلس النواب أنه هذه الحكومة تريد تقديم رشاوى انتخابية للمواطنين بخلال هذه الفترة. وأيضا هناك من يتهم يعني الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل أنه هناك تنسيق بين الجانبين لتقاسم مصالح في هذا البلد. هذه اتهامات عم تطلع من قبل بعض السياسيين. أولا بتأسف المسألة مش مسألة يعني أنه والله بدنا نظبط وبدنا نشيل وبدنا نحط. للأسف بعض السياسيين شافوا أنه في شيء بالعالم صعد نجمه بالفترة الأخيرة اسمه الشعبوية. اعتبروا أنه الشعبوية جابت رئيس بأمريكا وجابت ما بعرف رئيس وين بأوروبا وإلى آخره. أنه الشعبوية استخدامها بلبنان بتحقق لهم شعبيات بين مزدوجين إلى آخره. أولا قصة الرشاوى الانتخابية يعني بده الشيخ سامي الحكومة ما تعمل شيء تما يتسجل عليها تما هو يتهمها أنه عم تعمل رشاوى انتخابية. بركي بده حكومة حيادية مثل ما طالب الوريفة. نعم بركي بده حكومة حيادية مثل ما طالب الوريفة. حكومة حيادية تجيب الكهرباء يا أستاذ بسام. ما بتقدر الكهرباء بخيب بتقدر أو ما بتقدر بس أنه صار جايبت الكهرباء بده حكومة حيادية كمان. هذا واحد. اثنين شو يعني رشاوى انتخابية؟ أنه بتقلها للحكومة عادي بالبيت وما تشتغلي لألا يفق ما تجيب الكهرباء دي بديهيات. هذا الملف عمره 20 سنة يا أستاذ بسام. ولما رفيق الحريري الله يرحمه طرح الخصخصة لأنه كان عارف أنه ما في حل آخر لهذا الملف كانوا كلهم عم يتفرجوا لبل عم بيقوصوا عليه. بارح الرئيس سعد الحريري طرحها بعبدة باجتماع بعبدة وقال يا عمي ما ليه بدنا نخاف من الخصخصة. هذا الملف يا أستاذ بسام لازم يتذكروا اللبنانيين كل سنة عم ندفع حقه من جيوبنا مليارين دولار كل سنة. صار تلت الدين العام اللبناني بسبب الكهرباء وبعدنا منناقش انه لا في هاي الحكومة ما لازم هاي رشوة انتخابية. رشوة انتخابية انك تجيب الكهرباء؟ لا في شيء مش طبيعي بالموضوع. فبعدين بدي روح ابعد من هيك يا استاذ بسام يعني في مفارقة بثقافتنا السياسية غريبة عجيبة وعمرها 20 سنة من بعد الحرب. انه الجلاد او اللي شارك بالحرب الاهلية اللي هي ادت لانقطاع الكهرباء بالبلد هو موقع المتهم واللي عم بحاول يجيب الكهرباء وما كان له علاقة بالحرب صار موقع المتهم. كيف القصة؟ انه هلأ بدنا نحاسب اللي عم بحاول هاي من ايام رفيق الحريري لهلأ بعدنا بنفس القاعدة للأسف بنحاسب رفيق الحريري بس ما اللي كانوا بالحرب هن بالحكومة بغض النظر بس ما لهم حق يحاسبوا حدا هن لازم يتحاسبوا يا أستاذ بسام. هول اللي قطعوا الكهرباء وشاركوا بالحرب هن لازم يتحاسبوا مش هن بيحاسبوا. رفيق الحريري حاسبوه وما حاسبوا اللي قطعوا الكهرباء. يعني اللي كان عم بيحاول يجيب الكهرباء تحاسب واللي قطع الكهرباء ما حدا جاب سيرته. كيف هالقصة؟ يعني مثل نفس قصة الأعمار. رفيق الحريري تحاسب لأنه عمر البلد واللي دمروه ما حدا جاب سيرته أنبياء. كيف هالقصة؟ هلأ بعدها مستمرة نفس المعادلة. خي في مشكل بالبلد اسمه الكهرباء عمره 20 سنة كل سنة عم ندفع من جيوبنا مليارين دولار حقها. كيف حلها؟ حكينا بالخصخصة خونونا وصلنا هلأ نعمل خطة انه هيدي فيها سرقة. يا اخي يثبت لي انه فيها سرقة تنوقفها. الجريدة الفلانية قالت هيك وما بعرف مين قال هيك ولا مستند بيثبت. خي اذا مزبوط انا ما عم دافع
يمكن يكون مزبوط، بس ثبت لي هالشيء. لا مش تعطل يعني، مش تعطل خطه الكهرباء اللي كل الناس ناطرينها انها تتنفذ بس لانه والله انا بطلت بجنه الحكم. طيب واضح اللي صار بقصه الكهرباء مع انه رحنا لها هلا، بس واضح اللي صار انه مثلا مجلس الوزراء اخذ قرار انه يحيل كل ملف المناقصه على اداره المناقصه. عظيم عظيم عظيم. بس اليوم الكلام اللي عم يعترضوا ليس فقط الشيخ سامي نجميل، هناك من يعترض من داخل الحكومة كوي. عم يعترضوا من داخل الحكومة كوي. عم بيجوا بيقولوا إذا كانت هذه الخطة بدها تعتمد على البواخر يلي هي بدها تكلفنا بالسنة 800 مليون دولار. استاذ بسام اللي اعترضوا شوي. داخل الحكومة امبارح أخذ برأيه أي. مين اللي اعترض؟ الوزير الاعتراض كان بمكانه عال كويس، بس الحكومة أخذت فيه. إذا في شيء منطقي يا استاذ بسام بيمشي، بس مش انه تخبرني انه اذا عملت الكهرباء ورجعت الكهرباء للبنانيين هي رشوة انتخابية، انه بتقعد بيت الحكومة ما بتجيب الكهرباء لألا تفسر انها رشوة انتخابية. شو هالحكي هذا؟ لا في شيء مش طبيعي. شو بتشتغل الحكومة غير هيك؟ شو عندها شغل غير هيك؟ هيدا اهم شيء ممكن تعمله الحكومة. بقلها لا هي رشوة انتخابية عادي بالبيت. واحد اثنين، الوزير علي حسن خليل والوزير فنيانوس كان لهم اعتراضات مجلس وزراء، اخذ كل مجلس وزراء فيها واحلوا الملف كاملا الى اداره المناقصات. خير ان شاء الله، وين المشكله؟ طيب خيهو اللي كانوا عم بيعترضوا مش هن اعترضوا على قاعده انه ليه ما بتتاخد على اداره المناقصه؟ طيب اخذها مجلس وزراء امبارح، خير ان شاء الله. لا في يعني هاي المعارضه للمعارضه يا استاذ بسام، مش معناتها أنا ضد المعارضة. أهم شيء بالحياة السياسية المعارضة، بس تكون فيها حد أدنى من الجدية والمصداقية. مش أنه واحد يطلع خبرية هيك على التلفزيون مثل قصة البطاقة الممغنطة، أنه لا هيدي في صفقة عليها البطاقة الممغنطة بوزارة الداخلية ب 35 مليون دولار، وإذا منكتشف تاني يوم وزير الداخلية ضدها وصوت ضدها بمجلس النواب، شو القصة هيدي؟ انه كل ما صار انجاز بالبلد هيدا قدر لبنان واللبنانيين، كل ما واحد عمل انجاز لازم واحد ينغص له اياه؟ شو هالقصه هيدي؟ يا محلى ايام السوريين عن جد. يعني في شيء برجع بقول المعارضه مساله مقدسه، وانا صحافي عم بحكي بعرف شو قيمه المعارضه، بس معارضه يعني بتقلي نسيب لحود الله يرحمه معارضه بقول لك على راسي. ايه معارضه جديه وحقيقيه، كان يطرح ملفات يناقش يجيب ارقام، كان عيام رفيق الحريري الله يرحمه يعني. كان يلتز رفيق الحريري يسمع نسيب لحوله، بس طرحوا بدائل لانه في شيء جدي، بس طرحوا بدائل. شو هي البدائل يا استاذ؟ طرحوا بدائل لها علاقه بمساله الكهرباء، اكثر كلفه من هلا ما شرحت. وبرجع بقول لك يا استاذ بسام، يا ريت ببينوا اثبات واحد او مستند واحد باكد انه في سرقه تنكون ضده. طيب عظيم. ورغم هذا الشيء كله، رغم هذا الشيء كله، بمجرد انه وزير او وزيرين طرحوا مجلس وزراء اول امبارح الاربعاء انه خي لازم تتحول على اداره المناقصات، تحولي خير ان شاء الله في باجماع مجلس الوزراء. طيب شو رد كلام كمان على الكلام يلي بيقول انه هناك يعني اتفاق على تقاسم المصالح بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟ بشو؟ بالمشاريع الموجوده بالبلد. يفرجونا كيف استاذ بسام، هذا فقط لتعطيل اي انجاز تيرجع ينقال انه هاي الحكومة وهذا العهد ما قدروا يجيبوا الكهرباء. نحن قلنا 20 سنة تحت رحمة هاي السقافة. لك يا استاذ بسام، المعارضة اعطيك مثلا الوزير سليمان فرجي، اي هذا معارض. تعرف ليش؟ لانه رغم انه سليمان فرجي مع حفظ الالقاب هو اكتر واحد معارض لهذا العهد، بارح بس اقر قانون الانتخاب طلع قال أيد هذا القانون، وذكر أنه هذا القانون أقر يتفق عليه ببكركي بين الرباعي المسيحي، وقال أنا مستفيد منه، تيار المولد بيطلع الدوبل عن قبل، قال الحقيقة رغم أنه هو ضد رئيس الجمهورية، بس لأنه صادق مع نفسه وبيحترم المنطق المعارضة الفعلي طلع قال هذا الكلام. هي معارضة يا أستاذ بسام، هيك بتكون المعارضة. يعني انه اي شيء بينعمل بدي اطلع عارضه، لا مش صحيح، مش كل شيء عم ينعمل غلط، لا بل في انجازات. مش صحيح انه ما صدقنا كيف اتفقوا اللبنانيين على قانون انتخاب. يا استاذ بسام هون على هالشاشه يعني اتفقوا على الحفه من اسبوعين ثلاثه، طلع احدهم
بكرة بتشوفوا هي مؤامرة لإقرار للعودة لقانون الستين، ولو خمسة أشهر إلى الحكومة ما قدرت أقرت قانون انتخاب. خمسة أشهر وهو له 10 سنين مشارك بكل الحكومات ما قدر يأمن إجماع على قانون انتخاب. خمسة أشهر إلا الحكومة ما قدرت تعمل قانون انتخاب. طيب بس طلع القانون، ياي معقولة في أخطاء لغوية بقانون انتخاب؟ معقولة البطاقة الممغنطة؟ معقولة ما بعرف شو؟ هاي معارضة يا أستاذ بسام علي، يعني مع احترامي لأصحابها، مش هيك المعارضة، لا مش هيك المعارضة. واحد اثنين، المستفيدين من هذا القانون هن اللي عم بيعارضوه. افترض لو الستين بعده يا أستاذ بسام، مين بيبقى منهم كلهم هون؟ كلهم بيرجعوا على بيته. أنا عم بالله لو اتفقوا تيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ما بيبقى واحد من هودي ببيته. كلهم بيروحوا على بيته، ما حدا منهم بيعمل نايب. أهمية هذا القانون بالسياسة، هذا قانون ما حدا بيقدر يلغي حدا، وهذا الإنجاز. لأنه النسبية يا أستاذ بسام تعطي كل الناس أحجامها الحقيقية، لا بتاخد زيادة ولا بتاخد بالناقص. هول اللي عم بيعارضوا القانون هني أكبر مستفيدين منه، لأنه عم بعطيك مثل بسيط، ومشان هيك هني كانوا ضد الستين. الستين لو أقر يا أستاذ بسام ما بقي ولا واحد مجلس نواب منه، ولا واحد. كانت محدة اللي بدها تحدلهم، وكل اللبنانيين بيعرفوا أنه هذا الأمر كان مطروح حتى اللحظة الأخيرة. والرئيس سعد الحريري وقت طلع خبط على الطاولة وقال أنا إذا رجع قانون الستين مش مترشح أنا وكل تيار المستقبل، ما كان عم يمزح. بيطلع أنه يا لطيف شو هالقانون وشيطنة القانون، ويا رب تنجينا وصفقات ومدري شو عاملين. خير إن شاء الله. هذا قانون حبيبي ما بيلغي حدا، هذا قانون بيعطي كل واحد قد حجمه، بس ربما البعض لأنه عارفين أنه حجمه الحقيقي. أنه قانون ما في شوائب، اسمح لي يا أستاذ بسام، هلا بتحكي لي بشائبة تقنية بكيفية احتساب الأصوات يا خي عالم، حتى بتقسيم الدوائر. بس موضوع ليه بتقسيم الدوائر؟ تقسيم الدوائر في دوائر قضاء بقي دائرة، وأربع أقضية صاروا دائرة، ومحافظة صارت دائرة، ومحافظة مع أقضية صاروا دائرة. مثل ما في هواجس مسيحية وفي هواجس أخرى. طيب كلنا بنعرف بأيام بالعشرين سنة الماضية أنه وليد جنبلاط، نائب وليد جنبلاط، كان دايما عنده هاجس بموضوع الجبل، وكان يحرص دايما على طيب أرضاء هواجس الأطراف. هذا غلط؟ طيب شو يعني؟ شو عم نقول يعني؟ يا أخي أنه أنت بس بدك حقك والآخرين ما بدهم حقهم، وبرضه انطبق على النائب وليد جنبلاط اللي انطبق على غيره النسبية. طبعا مش رح تبقى كتلته مجانة مثل ما الأطراف الأخرى، نفس الشيء. هاي قيمة القانون يا أستاذ بسام، هذا بيعطي كل طرف حجمه الحقيقي. هلا طبعا بعض الأطراف المعارضة لأنها بتعرف انه حجمها كان مفتعل ومبالغ فيه بالسابق، هلا بده يرجع حجم حقيقي، يعني بده يزم حجمها النيابة، عم تعترض. طب هناك كمان من يقول بانه سياسيين، كتار من السياسيين كمان بيقولوا تيار المستقبل كان حجمه منتفخ، وهذا القانون سيحقق كويس بكره بنشوف الانتخابات الى تراجع حجمه. طبعا بكره بنشوف الانتخابات، كل واحد رح ياخذ حجمه، بنشوف اذا حجم تيار المستقبل اقل ببين اقل، واذا حجمه اكبر ببين اكبر، او هو زيته ببين هو زيته. هيدا القانون بالسياسه يا استاذ بسام ما حدا في يقول كلمه عليه بالمنطق، لانه هذا القانون بيعطي احجام لكل احجام كل الناس باحجامها الطبيعيه. هالنسبيه شو النسبيه؟ رح ناخذ اول بريك علينا ومنتابع. نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع مدير تحرير صحيفة المستقبل الأستاذ جورج بكاسيني. طيب امبارح كمان كان في لقاء بين الدكتور سمير جرجع والرئيس سعد الحريري. الرئيس سعد الحريري عم يتحرك على عدة اتجاهات. نعم. أولا يعني في ملفات كتيرة بالحكومة اللي دكتور جرجع عم شارك فيها بحجم كبير، بدها نقاش مع كل الأطراف. ثانيا تقييم مرحلة قانون الانتخاب وإنجاز القانون. ثالثا في بداية حكي بالانتخابات، طبعا بكير موضوع التحالفات وإلى آخره، ولكن
كل القوى السياسية عم تحكي مع بعضها بهذا الموضوع يعني. أمر بديهي يعني. قديش هذا القانون بيسمح بتحالفات يعني؟ وكأنه هذا القانون يعني كل واحد هو جديد فيه إنه مش كتير بيسمح يعني. هو جديد فيه إنه مش كتير بيسمح بتحالفات يعني. منطق نسبية على قد ما فهمت بصراحة يعني، مش كتير بعد فهمت هيك مفاصل صغيرة بالقانون. بس اللي بينفهم من هيك من أول وهلة إنه لأنه كل طرف بيجيب حجمه، ربما بمعظم الأحيان تحالفات ما بتقدم ولا بتأخر. هلأ في مناطق حسب يعني حسب طبيعة كل منطقة وديموغرافيتها، في مناطق مفيدة التحالفات، في مناطق مش مفيدة حتى بين الحلفاء. عرفت؟ فلأنه هيك إذا بتتابع من بعيد أداء بعض القوى السياسية، في قوى عم تقول من هلأ أنه نحن ما رح نتحالف مع حلفائنا، والعكس بالعكس. بعتقد بعد بكير الحكي بهذا الموضوع، بس في معطى جديد بهذا القانون ممكن يعني رح يكون نجم من الاستحقاق الانتخابي، أنه مش بالضرورة الحلفاء يكونوا متحالفين. بس بيخوضوا الانتخابات متنافسين، يمكن متنافسين بالتوافق، يمكن متوافقين على التنافس، ما بعرفني يعني. قلت لك كل دائرة لها خصوصيتها. اثنين، في مناطق التحالفات مفيدة، في مناطق ربما غير مفيدة. يعني حسب ديموغرافية كل منطقة وحجمها وعدد مقاعدها وعدد ناخبينها وإلى آخره. يعني دكتور جعجع رجي حكي عن اصطفاف 14 و8 أدار، هل أنتم كتيار مستقبل بتوافقوا على هذا الاصطفاف أن يعود؟ أو أنه أولا تيار المستقبل هذا الموضوع انتهى، كان وما زال وسيبقى في صلب 14 أدار، هذا موضوع آخر بالسياسي. أما الاصطفاف فما فيك ما تاخد بعين الاعتبار تسوية جديدة اللي حصلت بالبلد من 7 شهور وتبني التحالفات النيابية أو غير النيابية الانتخابية على أساس، لأنه الشيء اللي حصل هو مرحلة جديدة بالبلد ما فيك تغفلها بأي استحقاق. بس تحت أي عناوين يعني؟ بال2009 خيضت الانتخابات تحت عنوان يعني العبور إلى الدولة، وخيضت الانتخابات تحت عنوان، وكان الشعار الأساسي بالعبور إلى الدولة سلاح حزب الله. أولا كان موضوع أساسي. اليوم على أي أساس بتخاض الانتخابات؟ على هالأساس ذاته. على أساس ذاته كيف؟ أولا تفتح مواجهة مع انتخاب رئيس يا مواجهة مع حزب الله. ليش الرئيس الجمهوري ضد العبور إلى الدولة؟ لا بس الجمهوري مع سلاح حزب الله. هذا موضوع آخر، هو رأيه هذا، بس رأي تيار المستقبل مش هيك. واحد اثنين بس تما نغرق بهيك. شعار العبور إلى الدولة هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصناعة قانون انتخاب، هذا عبور إلى الدولة. شو عبور لشو؟ بس كمان دولة تتمتع بالسيادة وبقرار حر طبعا، كل القرارات طبعا بإيده، وهذا متمسكين فيه نحن. تيار المستقبل متمسك بهذا الشعار وبهذا العنوان وبهذا المبدأ السياسي وبهذه الثابتة، وهذه ثابتة من ثوابته السياسية كل يوم عم يأكد عليها الرئيس سعد الحريري. ولكن اللي عم بقوله بجانب التسوية، يعني مش عم بحكي عن حزب الله، التسوية ما صارت مع حزب الله. عم بحكي عن العهد الجديد، عن رئيس الجمهورية، عن القوات اللبنانية، عن هذا المناخ. فأكيد الرئيس الحريري ما ياخد بعين الاعتبار هذه التسوية وما نجم عنها. وبالوقت نفسه في حسابات يا أستاذ بسام، يعني تيار المستقبل بده يعمل حساباته مثل كل القوى السياسية. هون بهذا التحالف بربح بفوت، بهذا التحالف بيخسر ما بفوت إلى آخره. بس يعني التحالف ما له عنوان، مش بس تيار مستقبل، بكير للعنوان التحالفات الأخرى، كل التحالفات، كل القوى السياسية. هلأ إذا ما في كانت من 2005 إلى 2009 تخوض الانتخابات تحت عناوين سياسية معينة. أستاذ بسام إذا الانتخابات أو التحالفات الانتخابية ما قامت على قاعدة انقسام 14 و8 بتقوم على قواعد أخرى. يعني في 100,000 عنوان سياسي بينطرح، ما بعرف عم بقولك بعد سنة يا أستاذ بسام، ما حدا بيطرح شعاره السياسي قبل سنة أو بفكر فيه أو بيصنع خطابه السياسي قبل سنة من الانتخابات. أكيد، لأنه هاي بتخضع لظروف آنية وبلحظتها وإلى آخره. ولكن مش معناتها ما بقى في سياسي بالبلد. إذا ما في انقسام على قاعدة 14 و8 بطل في سياسي بالبلد؟ كيف الحكي؟
الكهرباء سياسة، جيبة المي سياسة، كله سياسة. انه هلا تأمين مصالح اللبنانيين اليومية هي مش سياسة؟ شو هي؟ هاي السياسة هي عظيم، بس بكتشف اللي غيرها مش سياسة. عظيم، بس اليوم تأمين مصالح الناس هي السياسة. عظيم، بس اليوم واحد اثنين التأكيد على ثوابت سياسية ونجح تيار المستقبل بالحفاظ عليها، سواء بعلاقات لبنان العربية واللي هي يعني التزام بكل العهد مش تيرمي. بس رئيس الحكومة تيرمي. فهو سياسي تيرمي. بس اليوم انت عندما تخوض انتخابات نيابية بدك تروح لعند الناس صحيح، تقول لهم لهود الناس انتخبوني انا صحيح على الاساس لانه انا افضل من الفريق الاخر صحيح بهالامور وبهالعناوين صحيح. اليوم طيب بدك تقول لهم انا افضل من مين؟ استاذ بسام بكير عليه بكير طبعا، بعد ما ولا تيار او حزب سياسي وضع خارطه الانتخابيه، لا تحالفات ولا خطاب سياسي ولا شعارات ولا طرف، باكد لك بعد بكير. قبل عم نحكي قبل سنه يا استاذ بسام، هيدي من هلا لسنه يخلق الله ما لا طبعاً تعلمون. طبعا ممكن يتبدل اكثر من معطى سياسي بالبلد بالمنطقه، ما حدا بيعرف من هلا لسنه شو بصير. هذا واحد. اثنين، ما ممكن يكون خطابك السياسي معزول عن اللحظه السياسيه اللي انت فيها او اللي الانتخابات النيابيه فيها، فلذلك بعد بكير على هذا الموضوع. طب العلاقه مع النائب وليد جنبلاط، هل هي بصدد يعني التحسن ام انه صعب ترجع الى عهد صراحة الصادق؟ ما بعرف ما بعرف، يعني ما عندي معطيات بتقول انه على تحسن او على تأخر. صراحة ما بعرف. بس هذا مفيد يعني لي كمان للعلاقة اللي كانت قائمة بين تيار المستقبل وحزب التقدم الاشتراكي؟ اكيد مش مفيد، بس هذا الشيء بيتوجه للنائب جنبلاط مش لانه مش لتيار المستقبل، لانه هو اللي بادر بهذا الموضوع مش الرئيس الحريري، هو اللي بذر مش الرئيس الحريري. يعني فبصراحة مش على علمي في معطى جديد بهذا الموضوع. طب اليوم إلى أي مدى التنسيق هو بالفعل تنسيق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الجمهورية، أم هو بالفعل تسليم لما يريده رئيس الجمهورية؟ لا مش صحيح، مش صحيح. تسليم بما تريده التسوية بينه وبين رئيس الجمهورية. وبرأيي التسوية اللي حصلت يا أستاذ بسام بين الرئيسين قبل الانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة ما صار فيها ولا غلطة. وإذا بدي يكون موضوعي أكثر، أنا إلي 30 سنة صحافي، ما بتذكر شهدت علاقة بين رئيس جمهورية ورئيس حكومة هذا النوع من العلاقة الصريحة والواضحة والإيجابية مثل هلا. أنا ما بتذكر بالثلاثين سنة اللي أنا يعني كنت بالمهنة فيها شهد البلد هذا النوع من العلاقة، فيها وضوح فيها صراحة وكل ما اتفق عليه عم بيتم الالتزام فيه. انت منتبه استاذ بسام انه رئيس الجمهورية امبارح داعي للقاء تشاوري بخصر بعبدة عنوانه استكمال تطبيق اتفاق الطائف اللي كان ما يقدر يسمع باسمه بال 89. شيء كبير صار بالبلد استاذ بسام، في شيء كبير صار بالبلد. هذا بيحكي لي بالبطاقه الممغنطه وهداك باحتساب ما بعرف شو، في شيء كبير صار بالبلد. وهي التجربه اثبتت للمره الالف، هي مش غير مسبوقه هي التجربه التسويه. هذا البلد ما قام الا على التسويات، ما ازدهر الا على قاعده التسويات، ما اشتغل صح الا على قاعده التسويات. بس دائما كانت تكون تسويات هشه، ما كانت تكون تسويات تسويات قويه. مشان هيك عم بقول لك تطور يخربط هذا. مشان هيك عم بقول لك رغم مرور مجموعه من العوائق والصعوبات خلال السبعة اشهر الماضيين، طيب ما شفنا اهتزاز بهالعلاقه بهالتسويه، وهذا مش تفصيل شغله كبيره. طب هل هذه الحكومة لا تزال مش حكومة العهد الأولى؟ هلأ ليش أنا قلت من شوي أنه رئيس الجمهورية عم بيعوض هذا الفرق الفاضي من هلأ ل 11 شهر؟ لأنه هو كان معتبر أنه هاي الحكومة 6-7 شهور حكومة انتخابات وننتقل على حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس نيابي جديد بيكون لها مواصفات جديدة وإلى آخره. فبحكم تأخر
هذا المجلس النيابي وتأخر مدة هذه الحكومة طرح مجموعة من الأفكار اللي كان حابب يطرحها قبل. هذا اللي صار. يعني هذه الحكومة صارت هي رح تكون انطلاقة هذا العهد. ايه عمليا عناوين اللي انطرحت بلقاء بعبد امبارح هيك بتقول. قديش رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله يعني يرتاحون لهذا الأداء القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ ما في حاكم عن نيات أو يعني بصر بهذا الموضوع، ولكن خليني أقول أنه الرئيس بري عم بيتصرف بمسؤولية كبيرة رغم ملاحظاته السلبية المتتابعة على أداء العهد اللي عم نقراها بوسائل الإعلام، ولكن رغم هالشي عم بيتصرف بمسؤولية. بارح مثلا قال أنا رح كون أول المشاركين بلقاء بعبدها، يعني عم بتصرف كرجل دولة بمقاربة هذه العلاقة رغم اعتراضه، مثل النائب فرنجي نفس الشيء. يعني الرئيس بري رغم ملاحظاته على العهد عم بيتصرف كرجل دولة وعم بيتصرف كمسؤول معني بنجاح القوى السياسية بتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار وبأحقق أنجازات مش قليل. يعني قصة قانون الانتخاب رغم الكلاش اللي صار بينه وبين التيار الوطني الحر الرئيس بري تصرف بمسؤولية ما فيك تنكر. مشان هيك اللي عم بقوله أستاذ بسام في شيء فرض حاله على الجميع أو على معظم القوى السياسية تكون دقيق اسمه هاي التسوية المستجدة. ويمكن اللي فرض حاله مش مسألة التسوية كمان بس لحاله، اللي ظروف البلد احتراقه انه بالاخر شافوا البلد رايح على الهاوية. طبعا رايح على الهاوية لنخلص البلد بالتي هي احسن. اعطيتك مثال بس هيدا اللعب على حافة الهاوية كل مرة. يعني مين بتحمل مسؤولية هلا؟ ممكن تكون معه اللي بيصبروا اللي بيوصلوا للتسوية، ممكن تكون معه ممكن تكون ضده هذا المنطق. بس بغض النظر عنه اذا اسلوب ناجح ام لا، بس النتائج كانت ناجحة بغض النظر إذا هذا أسلوب صحي ولا لا. بيختلفوا اللبنانيين على هذا الأسلوب، في فريق كبير ضده ما بيأيد هذا، لأنك بتوتر البلد على فترة طويلة وبتوصل البلد لأماكن مش لازم يوصل لها، في رأي تاني وبعدين بتوصل لتسوية. صحيح صحيح، ليش ما بتوصل؟ بس بغض النظر عن هذا الأسلوب هذا ستايل. يعني مثلا في أطراف سياسية أخرى مش هذا أسلوبه، هذا ستايل. ولكن أنا بدي أحكم عن النتائج اللي حصلت خلال 7 أشهر انتخب رئيس جمهورية وشكلت حكومة فعالة عم تشتغل، مش إنه شكلنا حكومة وقعدت بالبيت مثل ما كانت قبل أو قبل. يعني حتى حكومة الرئيس الحريري السابقة ما عملت شيء، بلونتون معينة كانت معطلة بسبب الانقسام السياسي. ففي إنجاز كبير عم يشهده البلد، يعني خليه ينعطى حقه. ليش ما نسميه إنجاز؟ ليش مش ما بنسميه عمل طبيعي؟ العمل الطبيعي صار إنجاز. صار إنجاز. ما هو تجيب الكهرباء اللي هو أقل من طبيعي صار إنجاز. للأسف ما يحول دليل إن 20 سنة مش قادرين نجيب الكهرباء. 20 سنة مش هيك صار إيه فيك تسميه إنجاز بكل راحة ضمير. للأسف. طيب. في يعني اليوم في تطورات عم تصير بالمنطقة، وتطورات كبيرة، إن كانت تطورات بسوريا ولا كانت تطورات بالخليج ولا كانت تطورات بغير محل، وسياسة أمريكية متجددة في المنطقة. هل كل هذه الأمور ممكن كمان بعد تزيد من تأثيراتها على الوضع اللبناني؟ الإنجاز الأهم اللي ما حكينا عنه عن ناجم عن هذه التسوية إنه فعلا لبنان نقى بنفسه عن كل ما يجري بالمنطقة، وأنا برأيي هذا الإنجاز العام. يعني شهدنا بهالسبعة أشهر أكثر من منعطف كبير بالمنطقة، يعني في أهم مثلا من قمة الرياض الأمريكية العربية الإسلامية. طيب لبنان نجي من يعني مناخ تداعياتها وكذا بشكل كتير ممتاز، شارك وحياة حال. هي مش تفصيل أبدا. فلبنان عم بيقدر يمارس هذا الحياد
بحنكة وبهدوء وعم بيقدر يحقق نتائج. نحن فعلا لبنان ينأى بنفسه بشكل فعلي عن كل ما يدور حولنا، مع التذكير انه في حرب عالمية على حدودنا. يعني بعد نص ساعة بالسيارة، بس بعده حزب الله ضالع في هذه الحرب. بس هذا موضوع في سوريا، بس في سوريا وغير سوريا. استاذ بسام، حزب الله هو حر يصطفل مع انه ما له حق، هذا موضوع اخر، بس اذا حزب الله بسوريا هذا الشيء ما بتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية. والدولة اللبنانية عندها موقف بهذا الموضوع، يعني من رئيس الحكومة يجر منه موافق على هالشيء، ولكن حزب الله هو بيتحمل مسؤولية النتائج مش الحكومة اللبنانية. واحد. اثنين، الحكومة اللبنانية مصرة وأكدت هالشيء بيان الوزاري وعم تلتزم فيه بالفعل كما بالقول، بأنه ما بدأ لبنان ينزج بصراعات المنطقة. حزب الله وحده طلع، مش بقرار من الحكومة اللبنانية ولا بموافقتها، وحتما هي مش موافقة، وهذا الشيء عم بيقوله رئيس الحكومة يمكن كل جمعة. بس الحكومة اللبنانية عم بتمارس سياسة النقي بالنفس قولا وفعلا، وهذا الإنجاز أنا برأيي. لأنه إذا شهدنا كل مراحل التوتر اللبنانية من الاستقلال لليوم، دائما كان مدخل التوتر أو مدخل أي حرب بالبلد، أهلية أو صغيرة أو كبيرة، كان مدخلها صراع على موقع لبنان الخارجي. بس مثلا اليوم مش مطلوب من لبنان موقف مما يجري في الخليج والتحديدا مع قطر؟ لا مش مطلوب. لا يعني السعودية مش طالبين موقف من لبنان؟ يا استاذ بس لا لا، لبنان متضامن مع كل العرب، اللي بده يفوت بهذا الشيء اللي عم بيتمارس عم بيتمارس بمسؤولية، مع الحرص على ابقاء لبنان بعيد عن هذه الصراعات. هيدي انجاز بحد ذاته، انجاز. استاذ جورج بكاسيني، مدير تحرير صحيفة المستقبل، بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم. شكرا. نهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك بالسي اي. ناخذ تاني بريك اعلاني ومنتابع. نهاركم سعيد. ونتابع نهاركم سعيد من الـ LBCI، وهذه الفقرة ستكون مخصصة لمهرجانات جوني. بهذه الفقرة بداية رح بيكون معنا الأستاذ مارون الراعي. أهلا وسهلا فيك. فيك تسلام. حضرتك مؤلف الموسيقى لأوبيريت عنتر وعبلة. لأوبرا عنتر وعبلة، يلي رح تبلش نهار الأحد. الأحد 25 شهر بهيدا بستاديوم فؤاد شهاب بجوني. شو بتخبرنا عن هالأوبرا؟ تسمح لي بس نضوي على نقطة، انه اللي راح يشوفوه اللبنانيين نهار الاحد بملعب فؤاد شهاب هو مش مجرد حفله وبتقطع، هي تاسيس لمرحله فنيه بده يدخلها الفن بلبنان بالدرجه الاولى والفن العالمي. نحن شهدنا مثل هالمرحله من 60 سنه بالتمام، 1957 وقت اللي انطلقت من مهرجانات بعلبك الاوبرات بلغتنا. يعني ما كان في اوبرا باللغه العربيه، وبلشت مع الاخوان الرحبان وعملت ما سمي على 60 سنه، وبعدنا عم نعيشه بالزمن الجميل. اليوم نحن عم تولد الاوبرا بلغتنا، مثل ما حملت مهرجانات بعلبك الريادي وعطية الفن اللبناني هالدفع هيدا، اليوم مهرجانات صيف جوني 2017 عم تحمل هالمشروع هيدي، وهي عم بتكون حاملة شعلة انطلاق الفن اللبناني من جديد. رح منشوف تغير بخريطة الفن باللبنان وبالعالم، هي دخول اللغة العربية عالم الأوبرا، وهيدا شيء مش أنا عم بخترعه، هيدا الشيء بلش بلبنان من 150 سنة، كتير كبار قطعوا قبلي حطوا هالقصص، من مارون نقاش لغاية ما صار هالاختصاص بالكونسرفاتوار الوطني اللبناني، اختصاص أوبرا باللغة العربية. لبنان البلد الوحيد هلأ بالعالم العربي صار فيها المنهج وعم تنطلق هلأني الأوبرا، وبدعي اللبنانيين يشوفوا هالحدث لأنه هيدا حدث تاريخي يقطعوا. ومشكورة مهرجانات صيف جوني أنه حطت أسعار بكافة المستويات، كل الناس تقدر تحضرها. الموسيقى كلها حضرتك عملها؟ نعم. والممثلين لبنانيين؟ نعم. قديش قدرت وفقت النص مع الموسيقى؟ هون كانت الصعوبة، أول النص للدكتور أنطوان معلوف، وهو
المخضرم بالكتاب المسرحي وحائز على جائزة اليونسكو الدولية بمهرجان بعلبك، هو كتب هالنص هالأوبرا وأنا جيت وضعت هالأوبرا. طبعاً الأسس التقنية هيدي موضوع أكاديمي طويل عريض، نوضع بالكونسرفاتوار وأخذ مثل ما قلت لك 150 سنة من الدراسات. وضعت وأنا شاركت حوالي 30 سنة عم برافق هالتقنية، تقنية غناء الأوبرا باللغة العربية، ووضعت الموسيقى بما يتلائم ومخارج حروف اللغة العربية، لأنه تسمع أوبرا واضحة مش أوبرا عربية كأنهم أجانب عم بيغنوا. هي باللغة العربية النحوية ولا باللغة اللبنانية الدارجة؟ هي باللغة العربية الدارجة بذات الوقت، مثل في أوقات اللغة العربية تدمج اثنين سوا. وهلا عم نأسس كمان أوبرا جديدة لجبران خليل جبران، كتابة الشاعر رفيق روحانا، الأجنحة المتكسرة، هيدي كمان ميكس بين الدارج ونحوي. انت شخد معك تأليف الموسيقى لهيك عمل يعني ساعة ونص؟ هي ساعة و15 دقيقة، أخذت حوالي السنة ونص شغل. وطبعا في فضل كتير للمايسترو مناير ناجي اللي هو مدير أوركسترا أوبرا القاهرة، اللي وضع بيئته الأوركسترا، هو عم بيقود هلا الأوركسترا السيمفونيك، وأظهر النواحي الموسيقية بشكلها المحترف العالمي. قديش اللبنانيين يعني هذا النوع من 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 الفن الأوبرا برأيك يقدمون على مشاهدته وعلى حضوره؟ هل هو بيستهويهم بتحس؟ هو الفن إذا ما بيستهوي الشعوب ما بعود فن. يعني مش معقول إنه تنقول الإيطالي الأوروبي أو الأوروبي يستهوي فن، اللبنانيين ما يستهوي الفن، بالعكس هن اللبنانيين رواد الفنون الراقية. بس الفن هون في نقطة بحب نوضح، ما له طبقية، ولا إنه هي الأوبرا للإليت وهذا، ما في طبقية بالفن. الفن مثل الحب، ما له لا له عمر ولا له، الفن فن يعني يا بيفوت على قلوب الناس شو ما يكون الناس، مين ما يكونوا، من أي مجتمع، هو بده يكون بس يكون صادق، بس يكون بيعبر فعلا عن هويته. من هيك نحن عم نقول أوبرا بلغتنا مش بلغة غيرنا، هو رح يوصل بالتأكيد. وبحب أقول إنه الألحان هي ألحان شرقية بتحمل يعني لبنانية، يعني رح يحسوا، ما رح يحسوا إنهم عم يحضروا فاغنر، رح يسمعوا هاللحن، رح يسمعوا النهاواند، الألحان شرقية. نعم رح يسمعوا النهاواند، رح يسمعوا الكورد، هالنغمات اللي هي عربي. والفرقة الموسيقية بتكون لايف؟ والفرقة لايف، الفرقة من حوالي 50 شخص سيمفونيك لايف، وعندنا 80 ممثل وراقص ومغني. هي الأوبرا اسمح لي أعرف لك عنها، هي بتحتوي بقلبها 7 فنون، يعني كل الفنون هي موجودة بالأوبرا، من الرقص، من الأدباء، من الشعراء، من المغنين، من الممثلين، من تقنية الإضاءة والصوت. هي مشغل معمل، يعني الدولة اللي ما فيها أوبرا ما فيها مشغل للفن. من هيك صار في عنا نوع من فراغ بلبنان، لأنه ما تأسس مؤسسة أوبرا، مش قصة المبنى هو المؤسسة. تصور أنه أكبر مباني عم تنعمل هلأ بالعالم العربي، وفي مشروع بلبنان لحتى يعملوا أوبرا، في مشروع مول جزء منه كمان من سلطنة عمان. صحيح صحيح، ومعالي وزير الثقافة الأستاذ غطاس خوري حطنا بهيدا الصورة، وهو عم بيرعى هالفرقة. بس بدي أقول لك أنه لبنان فيه الجهاز البشري، الجهاز البشري أصعب من المبنى، أصعب بكتير. يعني إذا تبني إنسان يقدر يغني أوبرا، تبني فريق بشري 150-200 شخص يقدروا يعملوا أوبرا، هيدي بتاخد سنين وسنين وسنين. مين المغني الأساسي بعنتر وعبلة؟ البطل وديع أبيراد باريتون باس، السوبرانو لارا جوخدار، وفي عنا غريم عنتر ماري الطي اسمه ماكسيم الشامي كمان، والأستاذ بيير ساميا وليال طايع وشرب الحقيقي. في يعني تتوفر أصوات أوبرالية في لبنان؟ نعم، هني أساتذة في الغناء بالكونسرفاتوار الوطني، متخصصين بمجال الأوبرا باللغة العربية. طيب قلت أنك بتفائل أنه الناس يجوا يحضروا هذا العمل. نعم. هو بيبقى كم ليلة؟ هو ليلة وليلة واحدة، ليلة الافتتاح. هيدي ليلة، هيدا حدث بحد ذاته ليلة الافتتاح. هلا أنا تفاؤلي مبني على كمان تجربة صارت، عرضت بكازن لبنان من سنة لمدة 3 أيام، هي ذات عنتر وعبلة، ولقينا تجاوب، وتفاجئوا الناس إنه في كتير كانوا عم بيقولوا إنه أوف رح نحط بالأوبرا أو هول بصوته، لا سمعوا أوبرا، سمعوا أصوات حلوة. مثل وقتها بالتمام الأوبرات اللي بنطلقت بمهرجان بعلبك من 60 سنة، كمان الناس اللي بنطلقت كانت
مستغربة هالعمل، ما كان في أوبرات يعني طاقتي وهيك، لأجوا الأخوان رحباني أسسوا هالفن هيدا وانطلق صار في الأوبرات بلغتنا. كمان نحن افتتحنا مهرجانات ربيع الثقافة الدولي بالبحرين، وياريت كان في إمكانية تسمع ردات الفعل، كان كلها مسؤولين وكان في مسؤولين من أعلى المستويات الدولية لتشوف شو كان ردة فعلهم على هال. ليش اخترتوا مهرجانات جونية؟ مهرجانات جوني هي اللي عطيت حملة الشعلة، بدك مين يحمل الشعلة هلا؟ هي كتير مهرجانات، في كتير مهرجانات بلبنان صحيح. ليش نقيتوا مهرجانات جوني؟ ليش ما رحتوا عبعلبك؟ نحن ما عندنا مشكلة مع أي مهرجانات، يا ريت نحن بنقول روح عبعلبك، بس نحن ما بنفضل بين مهرجان ومهرجان، كلهم بحبوا يقولوا إنه انترناشونال فيستيفال، بحب بلبنان بسموه انترناشونال فيستيفال، بدي أقول إنه الانترناشونال بيكون انترناشونال فيستيفال مش إذا استورد بس، نحن مش ضد الاستيراد، لازم لبنان يستورد، لبنان هو بلد الانفتاح، إذا جاب فرق من برا مش إنه هي بتصير انترناشونال، نحن بنكون انترناشنال لما انتاجنا بيعمل توازن مع يعني بيكون هو انترناشنال. اليوم جوني قررت تحمل هيدا المشعل، مش سهله يعني، مش سهل شيء انه يجيبوا 200 شاب وصبيه لبنانيه يحطوهم يعني مش سهل انتاجها، مش سهل. اوبرا لبنان هي الشركه اللي عم تنتج، بس مشكوره مهرجانات عم تعمل مغامره كبيره وهي عم بتحط الاسس مثل تماما مثل ما حملت الشعله مهرجانات بعلبك مستين. بس انا يا ريت كل المهرجانات اللبنانيه ومش غلط الاوبرا اللبنانيه الفريق اللبناني يعرض ببيت الدين ويعرض بجبال ويعرض بطرابلس وبعلبك، نحن فرقه ما لها، ما نحن جايين نعمل احزاب بقلب الفن. خطر الفن يكون يدخل فيه انه يصير مسيس. طيب كمان يعني عمل من هذا النوع بده تقنيات كبيره. طبعا هذه التقنيات كلها متوفره بلبنان، كلها قدرنا نأمنها، كل شيء متوفر بلبنان، بلبنان بس مش متوفر الفرصة. نحن عنا أحلى التقنيات وبقت حتى وسائل الإعلام لمن انطلقت بلبنان ببداية التسعينات، إن كان المحطة اللي احنا فيها الألبسي هي كانت الأولى بالعالم العربي. نحن عنا كل التقنيات، ولكن الفرص هي اللي لازم تنعط، والفرصة دائما الخطوة الأولى دائما صعبة، بس لما بتمشي هالخطوة الأولى بتمشي. الأوبرا اللي من انطلقت من إيطاليا وراحت على ألمانيا كمان لقيت صعوبة تي الألماني كيفوها للغتن وكمان تيتقبلوها، هي هون تقبلوها وصارت كذلك الفرنسيين، وهلأ دورنا دور الأوبرا بلغتنا، وإن شاء الله إنه لبنان رح يحمل هالصناعة هاي اللي بتوفر فرصة عمل لحوالي 2000 شاب وبارد متخصصين، من 2000 متخصصين بكل مجالات الفنون مش بس الغنى، ما عندك التقنيات اللي عندك الشركات السفر كله بيشتغل. سيدني كانت مدينة صناعية لما عمروا فيها دار أوبرا صارت مدينة سياحية، شالوا المعامل وانطلقوا على السياحة، هيدي الكالتشرال اندستري، هيدي الصناعة الثقافية السياحية هنني عم ندخلها، ونحن بعدنا ببداية سوق مشرع مفتوح. إن شاء الله إنه اللبناني يلعبوا ذات الدولة اللي لعبوا تليين وانتشروا بكل العالم، نحن نقدر ننتشر لأن احنا معنا اللغة طبعاً، يعني ما عم نعمل لغات أجنبية وعم بينافسونا هني، لا هيدي لغتنا هني، هلا صاروا يتعذبوا يتعلموا اللغة ليفهموا شو عم بيصير. صحيح في ترجمة نحن في ترجمة في ترجمة بالترجمة، نحن بنحضر أوبرا بالإيطالي أو بالألماني ما بنفهمها، بنستمتع بالموسيقى بنستمتع بالمشهدية بالأصوات. بس بنقرأ الترجمة. هالمرة إجا دورهم إنه هن يقروا ترجمة عاملينها بالإنجليزي أنتوا أكيد. نعم باللغة الإنجليزية كل الأوبرا مترجمينها، كل الأوبرا باللحظة عم بتغني فيها بيكون الترجمة عم تنزل والناس كلها عم تقدر تتابع هيدا العمل. قدي في اهتمام عربي ودولي بهذا العمل؟ كتير، أكتر ما بتتصور يعني. اليوم الكويت عنده أكبر دار أوبرا بالعالم، دبي ابن الدار، الجزائر كلها يعني استثمارات بمليارات الدولارات، كتير في اهتمام. هو حاليا ما في اهتمام إلا بالقطاع الثقافي، أكتر شيء في نهضة ثقافية عم تنطلق بالعالم العربي، ولكن الله فعلا في عناية إلهية عم تترك دائما للبنان هالدور اللي بيخليه انه هو يكون الفاعل، هو يكون المبادر، هو يكون معه الكرياتيفيتي يعني الفكرة. نحن معنا سلاح الفكرة، هن معهم سلاح الأبنية والضخام المالي، ولكن نحن معنا سلاح الفكرة. وكمان في تعاون حاليا عم تبني أوبرا لبنان، تعاون بين أوبرا القاهرة من هيك المايسترو نايناي موجود هون، وبين أوبرا روم وصل المسؤول عن العلاقات الخارجية باولو بيتروتشيلي امبارح على بيروت لحتى نعمل هالمكنة الوحدة، بيعملوا تدريب مشترك، نعمل تدريب مشترك ومننتج لحتى الأوبرا باللغة العربية. طبعا ما بتقدر هلأ توازي
انه الاوبريات المعموله بالعالم انه 500 سنه نحن بعدنا مثل ما بيقولوا اطفال، بس بنربى شوي شوي ومش غلط، بنربى شوي شوي. التجربه دائما منيحه ولازم دائما نجرب او ما نوقف متفرجين. بتعتقد انه مهرجانات جونية بنشاطاتها كلها سوا وباللي عم بيصير فيها طبعا رح تكون يعني محط استقطاب ومحط اهتمام اللبنانيين؟ نعم اكيد. شو بتحس فيها مغير السنة انه مغير بمهرجانات جوني هي مكتملة هلا هلا مهرجانات صيف جوني هي المهرجان المكتمل، هيدا هو المهرجان اللبناني الصحيح، لانه بقدر ما في استقطاب للفرق من خارج لبنان وهذا بيعطي لبنان الانفتاح، في كمان بموازاتهم وبذات المستوى فرقة لبنانية عم تستقبلها مهرجانات جوني، هيدا هو اللي بيميز سنة مهرجانات جوني. نحن بنقدر نعمل ليالي لبنانية بشخص واحد بيقولوا هاي ليالي لبنانية، بس مش هاي ليالي لبنانية، الليالي اللبنانية هي اللي بتعمل انتاجات لبنانية ضخمة، مش انه منجيب شخص مع انا ما بدي اتهاجم على حدا او يدق ونقول هيدا لبناني ومنمرقها منظمطها من مثل ما بيقولوا خلصتها بنقول هاي ليالي، لا الليالي اللبنانية للحفلة بتضل 50 سنة نحكي فيها مثل فخر الدين بمعلبك بعدنا لحديت هلا، اليوم بتحضر الحفلة بتنسيها انت عم تحضرها، ما بيصير هيك. اليوم الفن اللبناني بده يكون يبقى بيخلص المهرجان لازم يضل العمل يضل 100 سنة لقدام. هاي أدبر هذا الفن ابن الصعوبة مثل ما كان يقول الله يرحمه عاطل الرحباني عم نعيش الذكرى، مش ابن السهولة، مش فاست فود، نحن عم ناخد الخيار الصعب. هلا قديه الدولة بتدعمنا، قديه الناس بيدعمونا بحضورهم بأنه يجوا يشاركوا ويتخلي هالفرقة تطلع، هيدا بتعطي دور للبنان، وإلا البديل موجود. مش نحن مش ناطرين البديل هو هلا موجود. انت رح تقود الفرقه الموسيقيه؟ لا، المايسترو نايل ناجي هو رح يقود الفرقه الموسيقيه وكتير سعيد الفرقه عم بالممارسه عم بيشوفوا قدامهم قائد محترف، قائد بالمستوى العالمي بالاخلاق وبكل شيء بالتعاطي، مش بالطريف بيكون الايد. هذا الشيء. وانا استاذ بسام اسمح لي اتشكرك لك. شكرا لك استاذ مارون الراعي. نحن رح ناخذ بريك صغير كمان ونستقبل كمان أشخاص آخرين هن معنيين بمهرجان جوني لحتى نتابع الحديث معهم عن باقي النشاطات، ويعطيك ألف عافية. بوقت عم تتحضر جونية لليالي صيفية بيشعلها فنانين ومطربين لبنانيين وعالميين، عم بيلمع اسم هالمدينة التاريخية بالعالم وتحديداً بمهرجانات كان الدولية، حيث برز مهرجان صيف جونية 2017 بين الأضواء ومشاهير الريد كاربت. كثير من المتواجدين لفتن هيدا الشيء، متأمل أنه يكون في عنا إيجابية خلال هالصيف الجاي، انه يجينا كتير سواح ومغتربين كمان بمعرض هالدعايه اللي صارت. جونية سمر فيستيفال يلي بتنظمه بلديه جونية بملعب فؤاد شهاب الرياضي بينطلق ليل 24 حزيران مع عرض هائل للالعاب الناريه والاجواء الموسيقيه على طول الشاطئ. سهره رح تنبث مباشره على ال بي سي اي. وبيتميز المهرجان هالسنة ببرنامج متنوع بيرضي كافة الأذواق والفئات العمرية لمدة شهرين. فيها العربي، فيها العربي الفني المميز، فيها العربي الشعبي، فيها الأجنبي الأمريكي، فيها شيء بيميزها اليوم إضافة هو المطرب الأرمني. جوني كل عمرها اسمها على بمصافي المدن اللبنانية الأوائل اللي مشهورة بكيفية استقبال العالم، ونحن بكل فخر وبكل اعتزاز مدعي كل الناس السنة بهالصيف يمرقوا بجوني رح يلاقوا على طول شيء يحبوا ويستفيدوا منه. إذن هي جوني عم تأمل إنه مهرجانا ترافقوا أجواء إيجابية، أجواء تنعكس إيجاباً على اسم المدينة وعلى اقتصادها، والأهم تزرع الفرح بقلوب السكان والزوار. أهلا وسهلا فيكم بالال بي سي. سامي برجي عضو الرئيس أو عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة السياحية بالبلدية، وأيمي عودي اللي أنت بتمثل الشركة اللي
نظم هذه المهرجانات. بدي بلش مع الأستاذ سامي، يعني بكرة الافتتاح يتميز هذا الافتتاح بالألعاب النارية. أكيد أكيد. أول شيء بحب وجه تحية للشيخ جوان حباش رئيس بلدية جونة، يلي عم بيكون هو وافي على طول لأهل مدينته حتى الناس يلي من خارج المدينة تيقدم لهم الأفضل. أكيد مع المجلس البلدي الكريم. بكرة السبت 24 حزيران الساعة 10 بالليل رح يكون الافتتاح، رح يكون بإطلاق المفرقعات النارية. أكيد رح يكون عندنا 11 دقيقة من الوقت، 50,000 طلقة. كان عندنا بحدود 70 اختصاصي عم بحضروا لهالمفرقعات، عم بجهزوا كل شيء لهم فترة طويلة. ندعي العالم كله تيجي تشاركنا بهالفرحة، لأن رح يكون ليل جونة وخليجة مميز، رح يتحول لفرحة كتير كبيرة. ندعي الناس تيجي تشاركنا وتكون كتير بمدينة جونة. المطاعم كلها والأوتيلات تقريبا فولت بالناس يلي جاي تشاهد هالحدث الكبير. منحب نأكد للناس انه كل شيء مأمن على صعيد مسار الطرقات، مواقف السيارات. هون بدنا نتشكر القوى الأمنية وشرطة البلدية للي رح يكونوا سهرانين على التنظيم والأمن طيلة فترة المهرجان يلي رح ينطلق بكرة. وبكرة بس في الألعاب بكرة النارية، بكرة الفاير ووركس بس رح يكون. والأحد بتبلش بمجمع فؤاد شهاب الرياضي كل الإيفنتات اللي رح تصير، يعني المطربين وكل يوم بيوم. يعني البلدية كلها مجندة لهذه المهرجان. أكيد أكيد. البلدية كلها من أعضاء، من رئيس يلي كمان بنرجع بنوجه له التحية الشيخ جوان، والشرطة البلدية كلها رح تكون سهرانة طيلة فترة المهرجان، تتكون العالم تجي على جونة مرتاحة وراسة مرتاحة. أهم شيء عجقة السير يعني. أكيد هي الأساس، هي عجقة السير يعني. له تدابير بعجقة السير، جربوا تخففوا منها. أكيد, أكيد ما حدا فيهن هي أكيد. بس جربوا تخففوا منها. أكيد نحن قد ما فينا عم نحاول أنه نقلل من عجقة السير، وخاصة بهالمهرجان لأن اللي متوقعين رح يكون في كتير ناس رح يجوا يشاركوا بهالمهرجان من كل المناطق اللي من كل المناطق ومن برا في لبنان. أكيد أكيد. من خارج لبنان أكيد. طيب بدي أنتقل عند إيمي عودي، بدي أسألك عن برنامج هذا المهرجان. شفنا هلأ روبورتاج بيحكي عن المشاركين في هذا المهرجان، بس إذا فيك يعني تعطينا صورة أوضح كمان وأكثر. رح نكون نحن أول مهرجان بنفتح هالصيف، وجوني سمر فيستيفال هو من أكبر المهرجانات اللي عم بتصير بلبنان هالصيفية. هلأ بس بدي أقول على كرمال عجة السير، كلنا بنعرف إنه بلبنان كل الوقت عجة السير، وهلأ عبوي بالصيفية وجاي العيد عجة السير رح تكون موجودة بكل لبنان. بس نحن الباركينجز حوالى الملعب وحوالى جوني كلها مأمنة، وشط الباصز من الباركينج على الملعب كمان مأمنة، والحابب يطلع من بيروت وما حابب يطلع بسيارته كمان مأمنين، بس كمان من الفيرجن داونتاون كمان بتوصلون على الملعب بترجعون على بيروت. هلأ بالنسبة للبروغرام نحن عنا 7 ليالي، كل ليلة في بروغرام جديد مع فنان جديد. بنبلش ب25 مع أوبرا لبنان اللي هو مسرحية عنتر وعبلة، اللي هو أول أوبرا باللغة العربية بالعالم. في أكثر من 125 شخص على المسرح. ب26 عنا مارلين وينز اللي هو من أهم هوليوود ستارز اللي بيمثل شايفينه الناس بالأكترية الأفلام الكوميدي. ب27 عنا مايكل بولتن، أكيد ما بده إنترودكشن. ب28 عنا تايني تيمبا نمبر 1 UK هيب هوب ارتست. ب29 اوف مريحين 29، نرجع بنفتح ب30 مع زيد ديراني. زيد ديراني من اصل، هو اصله اردني بس معروف بالعالم بالبيانو، كمان رح يكون عم بيدق مع الاوركسترا. بجولاي 1 مع عصي حلاني، كلنا بنعرف عصي حلاني ومحضر بروجرام كتير حلو مع فرقة الفولكلور والدبكة، مش بس كونسرت يعني، في شو مع الكونسرت. وبجولاي 2 في أرمن شيك
بأرمينيا هو يعني كيف عاصي حناني نحن هون بنحبه one of our number one stars. بأرمينيا كمان أرمن شيك هيك بأرمينيا وكمان عاطي كونسرت لأول مرة بلبنان. يعني في تنوع كتير كبير. كتير كبير. لكل الأزواق. لكل الأزواق. بيحضر بيجي بيحضر. لكل الأزواق ولكل الأعمار. هذا الأهم شيء يعني تسرينا مع البلدية إنه كل ليلة تكون لحدا لنقدر نراضي الكل. قديش الحديث هلا يعني مبين الاقبال معكم على هلا المرشة. هلا نحن تقريبا فولنا نحن بنبلش نهار الاحد اكتريت الايفنت صاروا مفولين عندنا تقريبا 5000 كرسي باكتريت الايفنتات وب2 ب25 بكليتين عندنا 2500 كرسي وتقريبا فينا نقول مفولين. المغني الارمني لفت يعني اللبنانيين الأرمن في لبنان كتير كتير يعني من أول نهار طلعنا بالمؤتمر الصحافي وحكينا بأرمن شيك تليفونات إيميل حتى البيع تخري تقريبا صار مفور وال يعني من كل الأعمار يعني بتحس بالمجتمع الأرمني من الصغار للكبار كلهم محمسين. أستاذ سامي بس بدي أسألك يعني قد بتحسوا انه اليوم في فرق بين مهرجان جونيا وغيرها من المهرجانات او بين المهرجانات اللي كانت تصير بالسابق كمان؟ هلا نحن بدنا نحكي عنا نحن كبلدية جوني عم ننظم هالمهرجان السنه ومن اول ما وصلنا على البلديه يعني كان همنا المواطن انه نعمل له كل شيء مش بس على صعيد الخدمات بس كمان المواطن بحاجه لسياحه لرياضه وقمنا بكذا إيفنت وكانوا ناجحين وإن شاء الله هلأ هيدا الإيفنت يلي عم بيكون من تنظيم للسنة بلدية جوني رح يكون من المهرجانات المميزة بلبنان ومتوقعين هيك من وراء الإقبال اللي حاسينه يعني من وراء المطاعم والأوتيلات يلي فولت هلأني جاي كلها تشوف هالمهرجان وتتعرف أكثر على جوني. جوني مدينة سياحية وأهل جوني محبين وبحبوا الكل وبندعي الكل يجوا لعنا يعني هتطوروا هالوجه السياحي فيها لجوني أكيد أكيد عطول نحن السياحة من الأولويات بالبلدية عم بتكون بالمجلس البلدي لأن ما في غير السياحة بخلي الناس تجي وهيدا بشجع على نشجع التجار بجوني يعني بيكون في سياحة عنا مهمة كتير وبتجي ناس كتير من برا كمان التجار بجوني والفعاليات كلها بيكون شغلهم كتير منيح وبيكون في ناس كتير عم تجي تتعرف على جوني وتشتري وتتبضع من جوني وتشوف لقيتوا سهولة انه تجيبوا كل هالناس ليشاركوا بالمهرجان خصوصي اللي بيجوا من برا يعني مشاركين الأجانب. هو كان يعني مثل ما كلنا بنعرف وضع بالمنطقة كلها كانت كتير صعبة كنا على فترة عم نتواصل معهم بس نحن we were lucky يعني بنعترف انه كنا lucky الكل تحمس هلا اكيد اخدين كل الاكسترا سيكوريتي كرمال هالاجانب تكون مرتاحة بس كمان لانه عرفوا انه رح يكونوا بجوني وبالمنطقة حبوا كتير خففت شوي من الخوف اللي عادة بنواجهها. بحب كمان هون نذكر انه المهرجان نحن مستمر نحن مش على بس هالسبع ايام نحن مع بلدية جوني عاملين بروجرام على مدة شهرين يعني خلال الصيف كله الصيف كله مصيفين كل الصيفية بجولاي 8 9 و 10 قدام البلدية عاملين 3 days مجانا ايفنت اول شيء بيتضمن بالايس كريم فيستيفال على 3 ايام وب 8 و 9 بندعي كل العيال والاولاد رح يكون في ستريت فيستيفال رح يكون مميز كتير رح يكون في شو؟ ستريت فيستيفال بتضمن من كل شيء للولاد الانيميشن الكلاونز السيركس كله رح يكون قدام البلدية مع الايس كريم فيستيفال وبعدين بعشر الشهر كمان مجانا رح يكون في ناجي قصتا وشيراز على فري كونسرت 8 9 و 10 بنبلش على الساعة 6 قدام البلدية ندعي الكل ومن بعدها من جولاي 14 لأغسط 15 عمدة شهر بملعب البلدي إيفنت وندرلاند A Magical City of Lights هي مدينة صغيرة بقلب مدينة جوني اللي هي بتفتح بالليل كل يوم من الساعة 8 للساعة 12 It's a glow city عم نضويها لجوني عم نقول للبنانية والموجودين بلبنان إذا هالصيفية مش قادرين يسافروا على فرنسا يشوفوا الأيفل تاور ولا على نيويورك شوفوا ستاتيو اوف ليبرتي
ولا يروحوا على افريقيا او يعملوا سفاري. نحن جايبين الايفل تاور، جايبين الجنجل، جايبين كل شيء اندر ووتر، كله بالجسامات بالضوه. مجسمات بالضوه. جسمات بالضوه. طيب يعني انا بتمنى لكم توفيق بمهرجان الجوني. اهلا وسهلا فيكم بالال بي سي سامي برجي وايمي عوده. ما بعرف اذا بعد عندكم شيء تقولوه. انا بحب بس اقول انه اذا بعد اللي حابين يكونوا بالمهرجان وما اشتروا التيكتس بالفيرجن تيكتينج، وتقريبا فولنا يعني بعد ما اشتريت تيكت لحقوا حالي. شكرا لكم مشاهدينا، ايضا شكرا لمتابعه هذه الحلقه والى اللقاء.